أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني بقصف صاروخي على معسكر في العراق. واشنطن ولندن تتوعدان بالمحاسبة بعد استهداف قاعدة التاجي. 18 قتيلا في ضربات جوية استهدفت مقرات الحج الشعبي شرق سوريا. مسؤولون أمريكيون: اضطراب الحكومة العراقية أخر نقل منظومة باتريوت. إصابة 15 متظاهرا بجروح وحالات اختناق بتواصل القمع الحكومي للمحتجين في بغداد. واشنطن تعلق السفر من وإلى أوروبا لـ30 يوما بعد انتشار فيروس كورونا. طالبان ترفض عرض الرئيس الأفغاني للإفراج المشروط عن الأسرى. أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شبخاني مشاورات في بغداد مع الكتل السياسية التي عادت لتتشاكس بشأن تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن الحقيقة التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار هي أن التجاذب السياسي بين أطراف اللعبة يجري أمام أنظار واشنطن، التي لا يبدو في الظاهر أن لها يدا في إعادة هيكلة السلطة الحكومية بمقاصد وأهداف ذات مديات متفاوتة تقتضيها مرحلة الصراع بين واشنطن وطهران بشكلها الحالي. ذلك كله قد يعطي انطباعا عاما بأن المشهد داخل العملية السياسية لن يخرج عن دائرة التعقيد ما لم يكن للولايات المتحدة القول الفصل فيه، وهو ما تلعب عليه الإدارة الأمريكية مستغلة عاملي الوقت والفوضى التي اختلقتها النخبة السياسية وأحزاب السلطة في العراق في محاولة ردع حراك ثورة تشرين. ولأن طبيعة المرحلة الحالية في العراق تختلف عما سبق بحكم متغيرات عديدة، منها بروز الثقل الجماهيري والشعبي الذي تجاوز محددات كانت مفروضة على الشعب بوصفها خطوطا حمراء، وإحالة العراقيين قوتهم الكامنة إلى حراك قوي الشكيمة وعالي الصوت، ومجريات أخرى في الواقع كثيرة وظاهرة. سقطت جميع الاعتبارات التي كانت العملية السياسية تتستر بها لفرض مفاهيم تتعلق بقدرتها على إدارة دفة الحكم، ولم تعد وسائل تلك المراحل مجدية لكي يتم إسقاطها على المشهد الجديد. بات معترك الساحة السياسية في العراق مجرداً من قوى فاعلة أو ذات قرار قادر على أن يفرض نفسها. لذلك بدأت حلقات سلسلة الفشل تتلاحق صراعاً، وباتت العملية السياسية في التردي أوضح حالاً من أي وقت مضى وأقرب إلى الانهيار أكثر مما سبق، ما لم يكن لواشنطن منعطف لم تكشف الستار عنه بعد يمنحها رمقاً جديداً. الكاتب يرى أن الفكرة الأساس التي يبنى عليها الرأي الرامي إلى تنظيف المشهد العراقي والشروع بمسار التغيير تقوم على استثمار القوة الجماهيرية التي تحظى بها ثورة تشرين، التي أظهرت مدى هوان إيران وأذنابها حينما يجردون من الرعاية الأمريكية المباشرة أمام صمود شباب الثورة وإصرارهم على القضية، مما يتوجب اتخاذ خطوات جديدة في مسار الانتفاضة وإعلاء سقف المطالب والإصرار عليها دون تهاون في المواقف أو استبطاء للنتائج. دخول شبخاني على خط الأزمة العراقية من جديد وبما يمثله من موقع ودور يعني أن النظام الإيراني وصل إلى قناعة بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وبات عليه التدخل من خارج الأطر الدبلوماسية والأمنية التي كانت متبعة في المرحلة السابقة.
حسن فحص يرى في صحيفة اندبندنت عربية أن تدخل الشمخاني هو محاولة لترميم الدور الإيراني نتيجة الأخطاء التي ارتكبت وكانت سابقا أن تفجر البيت الشيعي وحاليا لمنع انهياره بالكامل كما يقول. المطلب الأول على أجندة شمخاني في زيارته الجديدة لبغداد كان البحث مع القوى العراقية في إمكانية تجديد الثقة بعبد المهدي وحكومته ومحاولة تجاوز العقبة الأساسية على هذا الطريق المتمثل بالموقف الواضح الذي صدر عن المرجعية في النجف والذي سحب الغطاء عن عبد المهدي، وهو ما يبدو صعبا لناحية عدم وجود سابقة لدى المرجعية في هذا الإطار. وعليه فإن رهان شمخاني على إحداث تعديل في موقف المرجعية الذي دعت فيه الحكومة للاستقالة يبدو في غير مكانه، وهو سيحاول لعب هذه الورقة قبل أن يكشف أوراقه الأخرى التي تدور حولها مع القوى السياسية في بغداد. ويبدو أن الخيارات أمام اللاعب الإيراني بدأت تضيق، فبغض النظر عن الرأي المؤثر للشارع وساحات الاعتراض فإن الحديث عن بعض الأسماء المرشحة للمرحلة الانتقالية تبدو أكثر قرباً من تطلعات القوى المطالبة بالتغيير. إن الدفع باسم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي قد يشكل مدخلاً جدياً لخروج العراقي من أزمته، ويفتح الطريق أمام بلورة وترجمة التسوية بين الأمريكي والإيراني من دون استبعاد اللاعب العربي عن الساحة العراقية. وبحسب الكاتب فإن اللقاء الذي جمع شمخاني ومصطفى الكاظمي لم يكن ليحدث لو لم يكن الأخير قد تحول إلى أحد الخيارات كبديل عن عبد المهدي وكل الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء. فالجهات المعنية بالشأن العراقي في النظام الإيراني تعتقد أنه في هذه المرحلة والتعقيدات التي تشهدها يجب الدفع باتجاه تبني طهران مخارج جديدة تبتعد عن الخيارات التي سبق أن اعتمدتها سابقا. عاد العراق إلى البحث عن رئيس وزراء جديد بعد أن فشل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومة تحظى بدعم سياسي كاف. رافد جبوري يقول في صحيفة العربية الجديد بأنه إذا كان تكليف علاوي قد تم بعد أسابيع من البحث ومن ترشيح أسماء عديدة لم تصل إلى مرحلة التكليف، فإن عملية البحث عن بديل له تبدو متعثرة. كانت الأسابيع الماضية فترة مضحكة مبكية في التاريخ العراقي، ما يعود بدرجة كبيرة إلى شخصية محمد علاوي نفسه، فقد بدأ فترة تكليفه متحدياً الحقائق بطريقة استعراضية، إذ ادعى أنه يحظى بدعم المتظاهرين، وهو أمر أثبت المتظاهرون أنه غير صحيح. ولكن علاوي استمر بالادعاء وحاول أن يتظاهر بأنه يحظى بدعم غير مسبوق، ليحاول أن يغير قواعد اللعبة الطائفية السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003. لم تكن تلك المحاولات متناغمة مع المحاولات المبدئية للمتظاهرين الرافضين للنظام الطائفي وفساده، بل محاولات من أجل إقامة حكومة تعطي لعلاوي قوة سياسية لم يحظ بها أي رئيس وزراء سابق، ولكن من غير سند حقيقي. الأزمة السياسية المتعلقة باختيار رئيس للوزراء جزء من أزمة كبرى للنظام الطائفي في العراق أدت إلى اندلاع التظاهرات وتصاعدها. انحسرت التظاهرات في الفترة الأخيرة خصوصاً مع تدخل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة التظاهر للحد من سيطرة المتظاهرين وحركتهم، ولكن ألوان الاحتجاج الأخرى مستمرة. وإذا كان الصدريون قد نجحوا في تقييد التظاهرات فإنهم لم ينجحوا في تمرير ترشيح علاوي رئيساً للوزراء. الكاتب يرى أنه حتى إن وصل مرشح إلى رئاسة وزراء العراق بطريقة نفسها أي توافق الأحزاب ودعم إيران والولايات المتحدة فإنه لن يكون قادراً على حل الأزمات بغير انتخابات مقنعة وتفويض شعبي واضح ودرجة كافية من الاستقلالية عن التدخل الأجنبي.
ما الذي قد يفعله العراقيون مثل ما فعلوه منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي الفائت وحتى يومنا هذا؟ لقد خرجوا إلى الشوارع والميادين بالملايين، لم يوقفهم الرصاص الحي والمطاطي ولا التفجيرات وعمليات الطعن الغادرة. قدموا قرابة 700 شهيد وأضعاف في أضعافهم من الجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً. ريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن طريق العراقيين للتغيير سيكون شائكاً. لم يسقط النظام ولم تتغير قواعد اللعبة، تبدلت الحكومات لكن واقع حال العراقيين ما زال مقيماً. لم تتحسن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ولم يتوفروا على خدمات أفضل. لا واشنطن غادرت العراق ولا إيران ضعفت قبضتها عليها. الآتي أعظم بالنسبة لملايين العراقيين، سيما بعد انهيار أسعار النفط على نحو غير مسبوق منذ سنوات طوال، والمقدر أن عائدات الدولة من مبيعاته لن تكفي لتغطية رواتب العاملين في جهازها الحكومي المدني والعسكري المتضخم من دون حاجة أو ضرورة. كيف يمكن للتغيير أن يحدث في دول كهذه، أو بالأحرى في ممالك الطوائف والمذاهب والأقوام وأنظمة المحاصصة بين المكونات؟ كم ستبلغ كلفة التغيير في دول كهذه بعد أن تأكدت بما لا يدع مجالاً للشك قوة ومتانة نظام المحاصصة المدجج بالسلاح والزبائنية وغريزة القطيع والولاءات الأجنبية؟ ومن يناصر التغيير في بلد ترك بعد غزوه عام 2003 نهباً للفوضى والميليشيات وأمراء الحرب والطوائف، فيما انتفاضة شعبه تترك اليوم وحيدة لا يكترث بها أحد، بل ولا تكاد أخبارها ترد في نشرات الأخبار؟ يبدو أن طريق العراقيين غير المعبد للتغيير لن يكون مستقيماً، ففيه محطات صعود وهبوط، انعطافات وتعرجات، والمهمة على ما يبدو ستنجز على مراحل متعاقبة وتستلزم موجات متلاحقة من الانتفاضة والثورة. يضيف الكاتب أن التغيير في العراق سيكون محصلة جملة من الإنجازات المتواضعة والخطوات الصغيرة ولكن المتراكمة، فالتغيير ما زال تنتظره ولادة عسيرة، والأرجح أن تكون قيصرية، سيما بغياب حاضنة عربية أو إقليمية دافئة وفي ظل إهمال دولي مريب. لم تكن الصيغ الإنشائية التي ميزت مطولة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب لتغير شيئاً من واقع القرار الحكومي الامتناع عن سداد سندات اليوروبوند التي استحقت في 9 من الشهر الحالي. حنا الصالح يقول في صحيفة الشرق الأوسط إنه في مستهل السنة الرابعة على ولاية الرئيس القوي، وفي ظل الحكومة المشكلة من مستشاري قادة الجهات الطائفية الحاكمة، تهاوت أكبر منظومة من الافتراءات تبدأ من معزوفة الليرة بخير، مرورا بمقولة أن لبنان لم يتأخر يوما عن سداد ديونه. بدءا من 9 من مارس آذار، يمكن للمؤرخين أن يدونوا أنه في هذا التاريخ حدث رسميا انهيار نموذج اقتصادي بني بين السلطة السياسية من جهة وبين المصارف والمصرف المركزي من الجهة الأخرى. تحكم هذا النموذج بالبلد طيلة 3 عقود تلت الحرب الأهلية، فكانت الشاهدة على النهب المتواصل لواردات الدولة، وكرست منح اعتماد الاستدانة لتغطية الفساد والموبقات. يعرف القاصي والداني أن الفساد الذي عرفه لبنان له اسم هو لصوصية غير مسبوقة. ورغما عن ذلك لم يتضمن خطاب حسان دياب أي إشارة إلى اعتزام السلطة السعي لإحالة المتهمين بالفساد إلى القضاء، ما يعني حماية كل الطبقة السياسية حتى بعدما فضحتها الثورة ووضعتها تحت المجهر بتهمة الفساد والمسؤولية عن كل عمليات النهب. الأخطر من كل ذلك أن البروفيسور دياب بدا كأنه لم يصل إلى علمه أن أسباباً أخرى جوهرية عجلت الانهيار وأخذت البلد إلى الإفلاس، من خلال الدور الذي يقوم به حزب الله ودويلته التي تغولت على الدولة منذ زمن بعيد.
وبات يستأثر بحصة أساسية من الواردات العامة عبر الاقتصاد الموازي الذي أنشأه ويتحكم بخط تسهيلات خاص في المرفأ والمطار وأكثر من 130 معبراً برياً. الكاتب يرى أن السلطة الفعلية الممسكة بالقرارات واهمة وأكثر منها وهماً حكومة المستشارين الذين ارتضى أعضاؤها أن يكونوا واجهة لقرارات ظالمة مجحفة. فالثورة التي تتسع أفقياً بعدما تجذرت في كل لبنان أكلت المضي في المواجهة حتى إسقاط نظام المحاصصة الطائفي الفاسد ووضع البلد على مسار التغيير السياسي الشامل. استغرب البعض من تصريحات المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل حول احتمال إصابة 70% من سكان ألمانيا بفيروس كورونا إذ لم يتم إيجاد علاج أو مصل مضاد. واعتبر مسؤولون كبار كأندري بابيس رئيس حكومة التشيك أنها تقوم بنشر الذعر بتوصيفها لهذا السيناريو المظلم. صحيفة القدس العربي تقول إن كورونا فضح أقطاب العالم وكذلك أقطاب الأنظمة الطاغية التي تفترض بأنها تستطيع أن تخضع مواطنيها بالقوة والتعسف والتجبر. أظهر المرض انكشافا واضحا على مستويات عديدة في الدول الكبرى بدءا من الصين التي كانت مصدر تركز الوباء وانتشاره، وفي الوقت الذي خصصت فيه إمكانياتها الهائلة لوقف انتشار المرض وعلاجه فقد كشف نظامها عن أعطاب كبيرة بدءا من محاولات سلطاتها التعمية على الحدث ومعاقبة المنبهين عنه، ومرورا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعرض قطاعها الطبي لانتكاسة مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه. كما كان هذا مناسبة لكشف أعطاب الاقتصاد الأمريكي. ضربت هذه الأزمة العالمية اقتصادات المنطقة العربية وجوارها، وكان الأكثر تعرضاً هو قطاعاتها السياحية، الأمر الذي يدفع شركات طيران كبرى ومكاتب سياحية وفنادق ونقل سياحي نحو شفير إعلان الإفلاس، وهو أمر سيتبعه تسريح للموظفين والعمال في الوقت الذي نشهد محاولات ناجحة أو فاشلة في كل العالم لاحتواء فيروس كورونا. استمرت آلة القتل والتدمير في العديد من البلدان العربية المنكوبة في سوريا واليمن وليبيا، فلا شيء أهم في روع السلطات السورية أو الجنرال خليفة حفتر أو أطراف الحرب الأهلية البائسة في اليمن من قتل البشر وحرق الأخضر واليابس، وهو ما جعل العالم يتساءل عن أثر وباء كورونا على هذه البلدان. تختتم الصحيفة بالقول إنه يفترض بوجود مرض بهذه الخطورة أن تسارع المنظومات والدول الكبرى إلى تجميع الطاقات لتقديم حلول لوقف الوباء، لكن ذلك حين يحصل لن يوقف الأسئلة الكبيرة حول أعطاب الأنظمة السياسية التي تحاول أن تقدم حلولاً سريعة لجمهورها الانتخابي على حساب مستقبل الأجيال المقبلة، فتستدين أكثر بكثير مما يمكن أن تدفع وترفع الغرائز العنصرية ضد الأعراق والأديان والشعوب المختلفة. تعاونت شركة هولندية ناشئة تدعى إنفيشون مع شركة جوجل لإنشاء مجموعة من النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المكفوفين وضعاف البصر على الرؤية بحسب ما نشره موقع الخليج أونلاين. وتستخرج النظارات المعلومات المرئية من صور الأشخاص والمباني والوسائل وكل ما يحيط بالمستخدم، ثم تحولها إلى تعليمات صوتية كما يمكنها قراءة النص من الكتب والتعرف على الأصدقاء من خلال تحليل وجوههم ووصف المناطق المحيطة كعلامات القطار ومخاطر الشوارع. وتزعم شركة إنفيشون أن برنامج التعرف الضوئي على الأحرف البصرية يعد الأسرع والأكثر دقة حالياً، وقادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة.
وبدأت الطلبات المسبقة للنظارات الذكية وبسعر يبدأ من 1699 دولاراً، ومع تزايد عدد المكفوفين وضعاف البصر حول العالم يوماً بعد آخر، والبالغ عددهم اليوم 253 مليون شخص. سوف تمنح هذه النظارات أملاً كبيراً لتلك الفئة. والآن مع الكاريكاتور. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.